هذا وأجرى تلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نخبة من المشاركين في المؤتمر حول أهمية انعقاده وأهم محاور النقاش. نتابع. يعني المؤتمر هو مؤتمر مهم قوي، لانه هو بيربط ما بين التنميه البشريه والسكان والصحه، وده مزيج مهم جدا بالنسبه لمصر. اعتقد المؤتمر بيمتاز يعني برنامجه بان هو متكامل، بينظر لجوانب كثيره مختلفه، لانه التنميه البشريه ما هياش جانب واحد، هي جوانب متعدده. فاعتقد المؤتمر ينجح في اثاره كل القضايا المرتبطه بالتنميه البشريه. التواجد الموجود من الخبراء المصريين والخبراء الاجانب بيدي فرصه للاحتكاك، بحيث انه احنا كمصريين نعرف تجارب ناجحه في دول اخرى، وفي نفس الوقت العالم يعرف التجارب الناجحه في مصر. بمشاركتنا ليه هنعرض ان احنا الشغل اللي اشتغلناه في الفتره اللي فاتت دي، بقى لنا سنه دلوقتي من اول مستشفى اهل مصر اتفتحت، ده ممكن يكون نموذج لكل الدول الناميه ازاي هي في الليميتد ريسورسز، لما يكون الامكانيات محدوده جدا، ازاي ان احنا نعمل موديل اوف كير احسن من اي حته تانية في العالم، من غير التعاون من الحكومه المصريه والاهل مصر ما كناش نقدر ان احنا نحقق اللي احنا حققناه لغايه دلوقتي، لان التعاون مع كل الجهات، مع الجامعات، مع الجيش، مع كل الجهات المعنية بالحروق في مصر، لازم نشتغل مع بعض علشان دي مشكلة كبيرة جدا، ولازم كلنا نتعاون ان احنا نحلها. الحقيقة المؤتمر ده تحت رعاية فخامة الرئيس هو من أهم التصورات لدعم البرنامج الحكومي اللي بيتكلم في بناء الإنسان، التنمية البشرية. احنا النهاردة بنتفرج على تكامل الجهات الحكومية كلها مع بعض، بنتكلم في مستقبل الشباب، قاطرة المستقبل، وزي ما شفنا ان دايما فخامة الرئيس بيقول ان المستقبل عند الشباب. فاحنا النهاردة بنتناقش على مؤتمر الصحة والسكان من وجهة نظر ماذا نفعل لتنمية بناء الانسان، وايه اللي بنعمله عشان خاطر الشباب. وزارة العمل بتمس كل بيت وكل اسرة، لان كل بيت وكل اسرة فيها عامل وعاملة، وطبعا مشاركتنا مشاركة ايجابية. ويمكن انا في البرزنتيشن اللي شرحت فيه دور وزاره العمل من وضع خطط طويله الاجل وقصيره الاجل، ويمكن وضحنا ان احنا عملنا الاستراتيجيه الوطنيه للسلام والصحه المهنيه، وده امر مهم جدا عشان الحفاظ على الارواح والممتلكات والمنشات. عملنا الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل والعمل اللائق، وده امر مهم جدا، وكمان تشغيل المرأة وحظر تشغيل الأطفال، لأن ده أمر برضو إحنا كوزارة عمل، وإحنا كمان بصدد طبعا قانون العمل، هو إحنا خلصناه بعد عمل حوار أو تشاور اجتماعي كان متوازن مع أصحاب الأعمال والعمال والنقابات والحكومة، طلعنا بقانون، مشروع قانون متوازن، هو موجود دلوقتي في البرلمان. طبعا هو أهمية المؤتمر بتنبع طبعا من وجود ناس عالميا بتشارك فيه، تبادل الخبرات، التفاصيل أكتر، وإن احنا نعرف من بعض التجربة بشكل أفضل من دول مختلفة، نشوف إيه الجابس اللي عندنا في مصر، إيه الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها في الفترات اللي جاية. طبعا برضو الكولابوريشن بتاعة الديفرنت ستيك هولدرز، إن كان من الهيئات، إن كان من الوزارة، إن كان حتى من وزارات أخرى.